هل يبلغ الإنسان عمر 125 عام بحلول عام 2070؟ بدأ باحثون من فريق المعهد الديموغرافي في هولندا دراستهم عن طريق نفي نظرية وجود حد لعمر الإنسان، واللي طرحها عالم الرياضيات بنيامين غومبرتس، واللي لاحظ أن فرصة الوفاة منخفضة جدا لدى الشباب بس تزداد مع ازدياد عمر الإنسان. واعتمد الباحثون الهولنديون على عينة من الأشخاص يعرفوا بعيش حياة طويلة مثل النساء اليابانيات، وزعموا أن معدل الوفيات ينخفض في سن الشيخوخة، ومن المتوقع أن يصل عمر الإنسان إلى معدل 125 سنة بحدود عام 2070. وكان الباحث قد قام بالاستناد إلى دراسة أنماط طول الحياة في العديد من المناطق المختلفة من حول العالم، إذ لاحظ أنه على الرغم من أنه متوسط العمر المتوقع أعلى مما كان عليه قبل 100 سنة، إلا أنه من غير المرجح أن يعيش الإنسان إلى أكثر من 125 سنة. وقال أنه هو يأمل يوماً أن تتوقف عملية الشيخوخة، ذلك بسبب ما رأى من تطورات هائلة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والمجالات العلمية، مستدركاً أنه قد نكون قادرين على القيام بذلك في مرحلة ما. ويجدر بالذكر أنه جين كالمنت تعد من أكبر المعمرين في فرنسا، فوفقاً إلى موسوعة جينيس العالمية توفيت كالمنت بعمر 122 سنة. الإنسان أعزائي المستمعين لا يزال يبحث عن الخلود، لا يزال يبحث عن العمر الطويل، إيش قد ممكن أنه يقضي وقت قبل أن يموت. مع العلم الله قد خلقنا أبديين، الموت ما يقدر علينا. نعم، هل تعرف عزيزي المستمع أنه الله خلق أبينا آدم إنسان أبدي ما يموت؟ بس لأنه الخطيئة أسقطته، قال الله روحي لا تدين في الإنسان فيما بعد، بس الرب يسوع المسيح رجع لنا الروح القدس اللي كان يتحدث عنها الله في ذلك الوقت، رجع لنا إياها حتى تقيمنا من بين الأموات في يوم مجيء المسيح، حتى نقوم أناس ممجدين نصعد إلى أورشليم سماوية إلى بلد آخر نعيش به حياة أبدية. هناك ما رح يبقى 125 و200 و300، بل العمر رح يكون أبدي.